مرحبا بكم، انا احمد ذي العبيدي، اليوتيوب مانجر تاع انسات بريس. حبينا نعملوا ام تي بروجي لجماعه البروميير اني ام بي وسي بي ا باش نعاونوهم في الشون تاع لوغونداسيون تاعهم العام الجاي وكل. باش نعملوا اون سيري دو فيديو، كل فيديو باش تحكي لنا على اون فيليير معينه باش تفسروا لنا بالديتاي. باهي دونك تقدموا لنا لوحدكم شويه بواحد بواحد. سفيان الشيحي ار تي 3. حسام زغني تاو اكتوالمون 5 اني ريزو تيليكوم، نعم في ستاج بي اف او، سبيسياليتي نتاعي سيكيورتي انفورماتيك. انا في راس مديني نقرا ار تي 5 تاو في نيسان، تاو قاعد نعمل في ستاج بي اف او. سامة غربي ار تي 3. مرحبا بكم. باهي اول حاجة باش نسألها لك، انت اخترت الفيليير ولا هي اختارتك وعلاش؟ اون فيت انا من الاول الشوا اللي عملته خليت جيل ولا سانسيرمون معناتها حبيت جيل ومواني في الامبي ما خليتنيش نخلط معناتها بالرغم ما خليتش نخلط جيل دونك دو كو تعدي ديريكتومون لير تي. انا اخترتها كنت نخلط لي فيليير الكل اما اخترت لير تي. وعلاش؟ عجبني الريزو. باهي وانت؟ حتى انا اخترت لير تي بون ما كنتش نخلط جيل انا هكا ولا هكا واخترتها خاطر عجبتني الدومين سورتو تاع سيكوريتي وكلي ليرتي تهزك برشا حاجات اخرين تنجم تقرا وتنجم تكمل ديفلوبمون سيكوريتي ما تليميتيش روحك. حق انا ما اخترتش ارتي، كانت الشوا الثاني نتاعي، الشوا الاول كان جيل اما الاكثريه خاطر وقتها نتبعوا في الهاي تاع جيل، كان فما الفكره نتاع انه جيل عندها معناها مستقبل مضمون بارابور للفيليرات الاخرين، واليوم مش صحيح بارابور للفيليرات الاخرين، فيليرة عادية تخدم على روحك تلقى. واضح. انت باك شنيا وشنيا كانت الكونسيكونس تاعها في قرايتك معناها شنيا اثرت؟ اوكي انا باك انفو، الحق من الاول باك انفو تعبت شوية في الام بي اي خبش عليك، اما من بعد ملي تعديت ار تي حسيتها سهلة على خاطر كيما نقولوا براتيكمون مكثر الحكايات نعرفهم، اما ذا جوست في الار تي دو بعد ترجع عادي معناها ترجع صعيبة. دونك انا باك مات. تاثير نتاع الباك باش يكون اكثر عامه الام بي اي ابارتير من دوزيام اني ما عادش تحس برشا. شو تلقى لقيت روحي معناها افونتاجي في الماتيريال تاع المات بيان سور سورتو على اول العام، اما في الانفورماتيك عام تاع دوزيام اني باش تلقى روحك ديزافونتاجي شويه في مثلا حاجه كيما الباز دو دوني ولا حاجه كيما كيكا خاطر جمعيات الانفورماتيك تلقاهم ديجا قراوها وعندهم فكره خير منك برشا. واضح. وانت؟ انا باك سيونس، الحق عملت الام بي ما حسيتش مشكله كبيره في المات والفيزيك خاطر انا نحبهم الاول، وفي الدوزيام اني كيما قال لك وسيمة ممكن جمعت لانفو يلقاو روحهم اكثر في الباز دوني تو سكي ديفلوبمون اما تنجم تريكوبيري في ساعه في ساعه. باش شنو الفرق ما بين الار تي والجي ال؟ خاطر برشا عباد يسالوا في السؤال هذايا وما يعرفوش بالضبط شنو الفرق بيناتهم. الفرق بين الار تي والجي ال نشوف اللي جي ال يركزوا لك اكثر على الكوتي ديفلوبمون، الوغ كو في الار تي باش يقريوك شويه ديفلوبمون شويه ريزو شويه سيكوريتي شويه تريتمون سينيال، وانت من بعديك كيما قلنا انت عندك شوا في شنو باش تكمل معنا. ديك هي ممكن نحس لي جيل موجهه اكثر الكوتي ديفلوبمون الوغ كو الار تي ديما تقعد تقرا شويه هاك شويه هاك شويه هاك. حسب مالي تو انا لازم اني بريسك نقرا كيف كيف، لازم اني حسب ما نتفكر لي ماتير بريسك ايدونتيك جوست هما اصعب خاطر عندهم برشا كونكورونس احنا لبس لبس ترونكيل معناتها تخدم على روحك جاوك بي دونك هذيك الفرق. ومن بعد نحس لي دو فيليير باش نشوف بلوز موان نفس الثنيه، احنا باش نقراو اكثر ريزو هما باش يقراو اكثر السوفت وير كوتي كونسيبسيون والميثودولوجي هذيك نتاع لي تيست نتاع يدخلوا بالرسمي اكثر اون ديتاي في السوفت وير، احنا ندخلوا اكثر اون ديتاي في الريزو. أو بعديك تنجم تكونفيرجي معناتها تنجم تكونفيرجي في نفس الحكاية معناتها ديجا نعرف برشا ار تي اللي تو يخدم ديفلوبمون معناتها سوا بي اف ولا حتى من تروزيام اني كتر يخدم معناتها سوا فريلانس ولا بار تايم في الار تي، وعندنا برشا معناتها في الجينيريشن تاعنا برشا عاملين ديفلوبمون وكيف كيف زاد داتا ساينس نقراو في برشا حاجات كيف هما في بالي يقراو ديفوبس زيدين علينا بارتي ديفوبس حسب ما نتفكر كان جغال اما زوز نقرا مثل ماشين ليرنينغ داتا ساينس نقول ديب ليرنينغ بوتيتر هما يقراو حاجات افونسي اكثر في البارتي هذيك. بصراحه ما عنديش فكره على البروغرام تاعهم بالضبط، ما ذالي هذا اللي نسمع معناتها من صحابي جي ال شنو يحكيو. كيما قلت لك معناتها حتى من بعد في الدبلوم نحس لي برشا كسوا جي ال ولا ار تي يخدموا نفس الحكايه،
اللي هي فيها بيه فيها الخايب راهو معناتها في جماعه الجيل باغ اكزومبل الحاجه راها باهي على الاخر انه بالرسمي كيف يقراو مثل سوفتوير يقراو من الباز صحيحه معناتها من كونسيبسيون بالرسمي صحيحه لي ديتاي الكل لي ديزاين باترن حاجات معناتها افونسي بالبيه اللي احنا نقراوهمش برشا معناتها نقراوهم ماهمش افونسي وكذاك بتدر البوان فور نتاعهم في السوفتوير جوست الحاجه الصعيبه في الجيل انه عندك زيد داك ستريس بسيكولوجي هذيك الكوتي بسيكولوجيك ياسر يتعب في جيل 2 تحس روحك لعبت الكل قد تقرا لعبت الكل باش تمجور لعبت الكل فاهمه كل شيء ادركوا في الكوتي هذيك في الارتي لعبت الكل نهاركم تاع حتى شيء نهاركم تلقاها تلعب ولا معناتها اوكي مش حاجه باهيه برشا زاد لازمك تقرا على روحك اما كمان نتجبد في روحي انا اوكي مش نحضر حرض فيكم مش ما تقراوش اما بيز ذا سي امبورطون انك تكون اجور كل جمعه تخدم تدريتك كيفاش في الارتي كيفاش الشارج نتاع الوقت كيفاش القرايه فيها سبيلي سبيسياليتي لي اوبسيون اللي موجودين فيها لي ماتيير شنو هما معناها وشنو هي الدوغري نتاع الديفيكولتي نتاعها بارابور في ليرات الاخرين نورمالمون انا اكبر شارجور ديجا حتى في الدوفوارات ديما نكملوا بعد منها انا بزايد ماتيريال دوزيام اني ارتي سهله برشا و معناتها في الماتير والا في الشارج نتاع القرايه مش صعيبه الجمله معناتها بالرسمي تعمل لو مينيموم تلقى روحك جاوب بيها على الاخر بار كونتر ثلاثيام اني صعيبه على الاخر صعيبه علاش خاطر فيها برشا ماتيريت وبعض على بعضهم معناتها من الفيزيك من الراديو حتىكش للبروغراماسيون تقرا كل شيء وبرشا دونك انا بالنسبه لي اصعب عام هو الارتي 3 وبالنسبه لازم تخدم له معناتها مش توصل سافا معناتها سينو بي دونك كاتريم اني نختاروا لي زوبسيون تاعنا في الدوزيام سيمستر صافي الارتي اللي كما قلنا من الاول اللي يقريوك برشا حاجات وانت راك باش تركز على حاجه باش تكمل فيها اما ما تنجمش اكلي تطفي الحاجات الاخرين اللي تقرا فيهم ما ترى باش تقرا برشا مات تريتمون سينيال باش تقرا انفو باش تقرا ريزو اذا كنت تحب تكمل في الديفلوبمون راهو اون باراليل راهو لازم تكمل تقرا لي سينيو تقرا المات وتقرا الكل مع بعض ممكن هذيك الحاجه الصعيبه الوحيده في الارتي اللي برشا حاجات باش تقراهم هما لي لبعضهم حتى في الاخر راهو تريتمون سينيال باش يطلع لي للريزو لي للمات اللي تقرا فيه لي حتى الديفلوبمون بعديك تربطهم دونك كي تشوف على طول الاربع سنين اللي بعد الام بي جينيرالمون كونسنسوس انه الارتي هي بلوز موان اصعب فيليير وعندك زادة برشا ماتيريال باش تقراهم سورتو في الارتي 3 معناها عادي تبدا عندك 15 ماتير بار سيمستر دونك هذه حاجه لازم العبد يرد باله منها معناها و il peut gérer le nombre هذايا نتاع لي ماتير اون باراليل وكل وحده كيما قلنا في دومين شويه تيليكوم شويه ديفلوبمون شويه ريزو ساعات شويه سيكوريتي دونك لازمتك معناها تنجم تجيري شويه من كل شيء ليه لبعضهم وي to a certain degree معناها فما هكا وفما لي هكا في الارتي 2 تشبه الجيل 2 اوكي باش نقراو اكثر منهم شويه ريزو وهما يقراو اكثر منا شويه سكي لوجيسيال اما بعد تفرق جمله داكور من بعد وليو نقراو فما بارتي ريزو انفورماتيك فما بارتي ريزو اندستريال فما بارتي تيليكومونيكاسيون tout ce qui est réseau mobile ou le parti physique nous tient comme le col, que l'onde ou le traitement de signal ou le quête de col, je ne vois rien. On a quoi au barshamat? D'ailleurs par rapport au barshamat, barsha statistique ou le quête de manawadek. Et les hommes badi nage mais à on a comme talent qui est comme je t'aime le data science ou le quête. On a quoi au barsha traitement d'image, traitement vidéo, etc. نقراو تسكي راديو فريكونس كيفاش تخدم الراديو كيفاش لي ريزو سيلولير 2G 3G 4G اليوم صعب برشا معناتها وكيما تبعش من الاول كان ضايع فتله من الاول راك بعديك باش تكرههم ومش باش تنجم تفهمهم جمله معناتها كيما اغلبيه اللي في الارتيرا وما نحبوهاش برشا تيليكوم على خاطرها صعيبه وكيما تبداش من الاول عندك فوكس فيها مش تضيع من بعد معناتها كل شيء تابع بعض وعندها علاقه زدمون بالراديو فريكونس عندها علاقه شويه زاد دونك تقرا كيفاش تصير كوميونيكاسيون بين ساتيليت راديو حاجه دوكم لهم صعاب فيهم برشا فيزيك وفيهم برشا خدمه معناتها
اما مالوزمون في الفلسات مانيش قادين نقرا فيهم كما يلفو اش معناتها يجيك تجيب باش تقرا هاديك فاضل هذه تي دي دونك ابليكاسيون نوميريك بلوز مون تحفظها وما تدخلش برشا في الديتاي و فوالا ونقراو زاد توسكي داتا مايننغ بري بروسيسينغ تاع داتا زاد بعد الكل في الكاتريام فورماسيون باهرة سانسيرمون فورماسيون تقريك برشا حاجات ما تكونش سبيسياليزي في حاجة معينة اما تقرا برشا حاجات عندنا لوبسيون داتا ساينس عندنا اوبسيون سيكوريتي وفما اوبسيون اي او تي وكلاود وداتا ساينس كيف كيف موجودة في الجيني لوجيسيال اما كيما قلت لك معناها احنا على باز ابار لوبسيون نقراو برشا مات اللي نجم يعاون في الحكايه دي. انا على الحق عملت داتا ساينس نقراو توسكي تريتمون ديماج نقراو ديب ليرنينغ ماشين ليرنينغ و سؤال جديد باهي مثلا في الريزو تيليكومنيكاسيون بعتيلي شنو هي الفئات اللي عندك شنو نجم تخدم شنو لي دومين اللي تخدم فيهم شنو السبيسياليتي نجم تخدمهم وكل اسكو فما بوسيبيليتي تاع دوبل ديبلوماسيون والا لا عندك شو اسمه معناها لي اوبورتينيتي باش تخرج برا والا لا لي ستاج زاد كيفاش نجم ندبرهم وكيفاش نهيا بالضبط الفئات اللي ارتي بالنسبه لي هي اكبر افونتاج وديزافونتاج نتاع لي ارتي فرد وقت سا ديبون انت منين تشوفها على خاطر لي ارتي تحلك ليترالمون معناها البيبان تاع informatique école quelque soit sécurité réseau administration système développement devops cloud تنجم تخدم في لي دومين الكل وباش تقراهم لي دومين الكل تيليكوم كيف كيف بيان سور اما دي زافونتاج انه القرايه نتاعك ماهيش فوكست على حاجه برشا بوليفالونت اكثر من لازم مشتته برشا دونك اذا كانك انت ماكش شادد حاجه تخدم فيها وحدك باش تسبيسياليزي فيها باش تلقى روحك ضايع معناها دونك تحب تدورها ديفلوبمون لوجيسيال ديفلوبمون ويب تنجم نجم تعملها كما قلت لك عنا لي اوبسيون هذوك نجم تكمل فيهم داتا ساينس اي او تي سيكوريتي به اما سينو كان فما تيليكومونيكاسيون الخدم الكلاسيك نتاع انجينيور ريزو ولا ادمنستراتور سيستيم الحق ماش موجودين برشا توا باسكو لي تكنولوجي تطوروا كل دونك فما خدم جدد من نوع ديفوبس ديفسيكوبس حاجات من نوع ذي اليوم نش تقول خليط من هذا كل باش نحكي على السيكوريتي انا اوبسيون سيكوريتي المارشي في تونس صغير شويه في السيكوريتي وحتى البر انا مثل فرنسا مشكلتها في المارشي سيكوريتي فما موجودين اما يطلبوا برشا اكسبيريونس حتى انتري ليفل يبداو يحبوا واحد عنده ديسيرتيف وواحد خادم قبل برشا حاجات دونك هذوما من الصعوبات اللي تنجم تلقاهم باش تحب تخرج تعمل بي اف في فرنسا دايا خاطر الاخرين ما نعرفش في المارشي على شيء انترناسيونال المارشي في بالي فما ستاتستيك 2019 فما 3 ملايين موطن شغل فارغ في السيكوريتي العالم الكل دونك برسمي مارشي كبير برشا في برشا لي اوبورتونيتي ودومين ماشي طالع وامبوسيبل شي يطيح خلاص طايره برشا كي تجي تقارن معناتها معناتها الخدم في العالم في الانفورماتيك باش تلقى من اكثر لي بروفيل اللي يخلصوا دي انجينيور ان سيكوريتي خاطر الديماند نتاعها قويه برشا والتكنيكال سكيلز لازم تكون عندك تكنيكال سكيلز باهين وبالوقت تاخوهم مش سهله معناتها هذاك علاش في الانتري ليفل يحبوا عباد عندهم اكسبيريونس في تونس مالوريزمون مازلنا مانيش قاعدين نانفيستيو برشا في السيكوريتي ان شاء الله بريشيمون تولي انفيستيو اكثر سورتو بالضربات اللي صاروا في البنوك بيات وغيرها نتخيل بريشيمون العباد باش تفهم اللي راهو سي امبورطون يكون عندك سيكوريتي باهيه سورتو تو كان نحبوا نعملوا دي بيمون اون لين نحبوا نعملوا اي كوميرس حاجه هذوك سي بريمورديال يكونوا سيكيور كيفاش حكينا اكثر على ديفوبس هي خليط ما بين ديفلوبمون ou les opérations, ok? Donc les opérations, les nénés, n'arquiou, aibara administration système, aibara taqrib, ok? Ou développement, qui m'a dit développement logiciel, web, whatever it is, man. DevOps, j'ai les nénés, l'os, bish, t'automatise, chaîne, m'ta la production de code, ok? Mané, mais les changements, les amalum développeurs, hatek, l'introduction, m'tehom, fil production, les systèmes, ta production, ou une user, zinaj, mouira, ou les changements, donc. دونك لهنا تستحق كيما نقولوا تستحق سكيلز نتاع ادمنستراسيون سيستيم كيما حكيت لك تستحق سكيلز نتاع ريزو تستحق شويه سكيلز نتاع ديفلوبمون زاده لي تيست لوجيسيال والحكايات هذوكم وتستحق زاده شويه سكيلز في السيكوريتي
فما دومين اسمه ديف سيكوبس اللي هي انتجريشن تاع سيكوريتي في ديفوبس في البروسيس نتاع ديفوبس نتاع برودكشن نتاع سوفتوير برينسيبالمون يزيدوا الكوش نتاع سيكوريتي في البايبلاين هذيك معناتها مو جوست يخرجوا ان برودوي بعدك يجربوا عليه سيكوريتي مي من السورس من الاول معناتها من الاول يعملوا لي ديزاناليز اورينتي سيكوريتي باش يشوفوا اسكو من الاول هو باهي ولا هذوما مثال اكزومبل نتاع دي سوجي اون سيكوريتي باهيين برشا زاده ودوموندي توا على الاخر معناتها في العالم الكل كما قلت لك ستاج انا بيرسونيلمون ما لقيتش برشا ستاجيت البارا في فرنسا علاش على خاطر اكزومبل انا بيرسونيلمون ما عنديش ديسيرتيف وما عنديش ديسيرتيف وما عنديش اكسبيريونس قويه برشا في الدومين سيكوريتي دونك اللي ابليكيتهم الكل مشكلتهم انه باغ اكزومبل تكنيكمون مانيش واو في فرنسا بي. دونك اللي هو انت تنجم تلقى كي عندك معناتها بروفيل باهي نتخيل فوزابل تلقى احكيك شويه على الستاج اللي عملت انا ستاجي في تونس اون تيلي ترافاي نخدم مع جينيري سيكوريتي ان فيت هو ستان جروب انجلي وعنده ريشيرش ديفلوبمون نتاعو في تونس دونك نخدم كما قلت لك على الترافيك كريبتي على البورت 443 دونك تو سكي اتش تي بي اس ونحاولوا نعملوا البريديكسيون تاع اسكو الترافيك هذاك ماليشي ولا بناين وفيها برشا بارتي ماشين ليرنينغ فيها برشا بارتي بريديكسيون وانتيليجونس ارتيفيسيال فما بار اكزومبل اللي باش يعمل مثل الانفراستركتور نتاع مونيتورينغ فما اللي باش امبليمونتي بار اكزومبل ايزو ولا ستاندار في سوسيتي فما اللي باش امبليمونتي دي تكنولوجي اللي في وسط السوق تفكر السوق اللي قلت لك عليه هو يقولوا احنا السونتر هو اللب نتاع سيكوريتي في سوسيتي دونك باش امبليمونتي دي زوتي اخرين دي موديول اخرين باش يساعدوا على المونيتورينغ على ديتكسيون دي مناس ريشيرش مع سيكوريتي في دومين ريشيرش كبير برشا خاطر فما برشا حاجات نزلوا جدد وكل نهار يطلعوا دي بروتوكول جدد يعملوا دي ميثود جديده دونك فيها برشا ريشيرش وتو كل ما نزيدوا نقدموا كل ما الهاكرز يلقاو طرق اللي انت ما تعرفهمش في السيستم في لي سيستم اكتويل تو يشوفوا الحاجات اللي صاروا قبل وكاين فما حاجه تعاود دونك يخرجك اليرت يقولوا يشوفوا مثل باترن معين اللي هو صارت فيه اتاك قبل بار اكزومبل وفي السيستم نتاع السيكوريتي نتاعهم يشوفوا به كان جانا الباترن هذا نعملوا اليرت هذوك كل نهار الهاكرز يخرجوا حاجات جدد مش تلقى عندك في الباس دوني انت الباترن هذاك دونك هذه وين تدخل الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تنجم تعمل بريديكسيون تاع لي زاتاك لي دوبل ديبلوم عامتي انا في بالي ما فهم حتى في دونس فما حتى فات تعمل ماستر في بالي فما ماستر جديده في بالي في لونسي مش تلقى في بالي فما ماستر جديده في لونسي حال تعملوا سينون البارا فما ما تنجم تعمل ماستر بيان سور بارتو موجود في شنو بالضبط نجم نعمل ماستر في السيكوريتي من ديفيرونت كاتيجوري نتاعها معناتها سيكوريتي ابليكاتيف ولا حتى سيكوريتي ريزو دونك كيفاش تحمي روحك كيفاش تعمل انفراستركتور باهي كيفاش تعمل سيستم معناتها سوك دونك سيكوريتي اوبريشن سيستم سنتر سامحني في السوسيتي الكبار نتاع سيكوريتي لازم يكون فما سنتر هذا نتاع سيكوريتي اللي هو باش يجري التوسكي لي زاليرت المحاولات نتاع الاختراق حاجات هذوك دونك بذوك باش تقراهم المونيتورينغ برشا حاجات معناتها باش تقرا في ماستر اليوم باش يكونوا معناتها نافعين في الخدمه في اي خدمه نتاع سيكوريتي معناتها شنو هي الاسيتس والتكنيكال سكيلز اللي لازم يكونوا في العبد اللي حاب يمشي ار تي باش نجم ينجح فيها ويكسل فيها وكيفاش يكسل بون تكنيكال سكيلز معناها اللي باش تقراه في الام بي سي اسي سوفيزون معناها بعد انت ابارتير من الار تي دو وقتها باش تبدا تتعلم وكيما قلت لك ما عندكش سكيلز معينين لازم يكونوا عندك على خاطر اي حاجه اللي الحاجه اللي تانتيريسيك هذيك هي اللي تنجم تتعلمها او فيغ ميزور معناها وشوا كبير على الاخر حتى انا نشوف اللي سكيلز اللي لازم يكونوا عندك هو انه انت لازمك تاخذ الانيشيتيف باش تلوج على برشا حاجات وحدك معناتها راهو في الارتي راك باش تقرا برشا حاجات اما راهو ما يدخلوكش في لي ديتاي معناها دونك ماذا بيك انت وحدك اللي ديما تقعد تلوج وتشرشي وحدك لازم تكون باهي في المات ستاتستيك الجوريتميك وبارتي ريزو زاده باهي نعم طلع احنا تقول انستا تقول الكلوبات نتاعها شنو الكلوبات النجم يعاونوا معناها باش واحد يزيد معناها يمارس الحاجات اللي نورمال يقراهم في المات في الجيل هذا
بيه كوتي كلوبيت فما لي 3 او لي 3 او سي تشابتر بيان سور اكثر وحده اللي لي تي خاطر فيها الانفورماتيك كمبيوتر ساينس وكل شيء عندك زاده لا سي ام لا سي ام للجماعه اللي يحبوا الكومبيتيتيف بروغرامين وال الادمنستراسيون سيستم فما ليكيب سيستم تاع لا سي ام زاده تنشتعلم فيها لينكس وكل شيء وفما فينالمون سيكورينيت بيان سور يعني اي عبد عنده حتى طرف انتيري في سيكورينيت لازم يمشي سيكورينيت خاطر بالحق كلوب خدمه طياره على الاخر يخدموا فيها به تو باش نسالك واخاش حسيت روحك بديت تحس في روحك بديت امبليكي اكثر في الدومين تاعك به في فانا عام معناها في الارتي دو دوب ما دخل ديجا خممت نعمل لي سيرتيفيكاسيون تاع سيسكو سي ان اي او دو لقيت اوفر باهية وقيت فيها وقريت الكور نتاعهم والحق كيما شبه برشا الكور نقراو فيه في الانسات اما بيان سور تقرا عند البروفايدر بيدو معناها باقي خير برشا فهمتك وشنو سيسكو بالضبط يعني باه سيسكو شركه تعمل لي زيكيبمون تاع ريزو انفورماتيك فاير وولز سويتشز وحكايات من النوع هذاك وعندها دي سيرتيفيكاسيون في الريزو في السيكوريتي وفي برشا حكايات واضح بي انتو ساعة ناويين تكملوا في الدومين هذي ولا تنجم تعملوا شانجمون تاع الدومين من بعد ما تكملوا تاخذوا ديبلوم حق ماشي اكثر كوتي سيكوريتي دي ريزو وريزو ان جينيرال دونك ملكا هو دوميني وانت؟ انا نتصور في ماشي اكثر كوتي ديفلوبمون معناها ما تخيلش روحي نبعد عليه برشا حسب ما خاطر عمل عليه برشا جو عجبني ونحس فيه برشا ديزوبورتينيتي اللي نجم نوصل بهم برشا حاجات باهيه دونك نتخيل باش نزيدو كوتي مانجمنت بروجي نتخيل هذا مازلت نكتشف وكوتي انتربرونيا مش باش نساه معناتها مش جوست حسيت مش وقتها تو بالنسبه لي انا بيرسونيلمون باش نكمل في الدومين نتاع ديفوبس اللي هو ابليكابل في بليزور دومين اخرين ابليكابل في تنجم تخدم مع ايكيب معناها نتاع ديفلوبمون لوجيسيال ولا ويب ولا موبيل تنجم تخدم مع ايكيب داتا ساينس فما ML Ops اللي هو الابليكاسيون بتاع ديفوبس بروجي ماشين ليرن فما الديفوبس للتيليكوم اللي هو مستحق على الاخر توا لو كان التيليكوم تحب توصل لل5G دونك فوالا انا جيت نكمل في الدومين هذاك توا باش نقول لك انا فما كيما تعرف فما برشا عباد مثلا حبوا على الجيل ثاني حطوا الشوام تاعهم جيل باتيلي ار تي باتيلي ما خلطوش على الجيل وكل اللي قالوا لهم ار تي وكل شنو تقول للعباد هذوك يعني اوكي والله نقول لهم ما تحطش في بالك اللي باش تطلع حكايه ماستا ولا حاجه من النوع هذا سورتو نصور اللي مكثر العباد كيفي انا معني ما خذاوش نصيحه باهيه من الاول ما لوجوش بالقدا وان شاء الله معناها كي تفرجوا في الفيديو هذايا ويعرفوا اللي ارتي بالحق معناها يولي عندهم فكره مخير واضح انا معناتها اهم حاجه لازم تسال روحك انت شنو تحب معناتها اساسا مو انت شنو تحب في الدنيا شنو تحب تكمل في حياتك في كارير نتاعك كانك تحب تعمل ديفلوبمون راه ماهيش بارير راك عملت جيل باش تخرج ديبلوم جيني لوجيسيال ولا ار تي راك تنجم تكمل في ديفلوبمون ان بوث ويز معناتها مش هذيك المشكل دونك بالرسمي تسمك ترجع انت شنو تحب وين تحب تكمل كانك مش عارف روحك شنو تحب تكمل وهي سي نورمال معناتها مش بالضروره تكون تعرف روحك شنو تحب تعمل لازمك تجرب برشا حاجات لازمك برسمي تتبلانج ما تقولش هذه ما نعرفهاش ما نحبش نجرب لا جربها سي بالك تعجبك بالك ما تعجبكش حاسس ترتاح منها اللي يقولوا معناتها الجماعه اللي بار اكزومبل اختاروا جيل وما جاتهمش ومشاو ار تي راهي برسمي مش باش معناتها كمل في الاوبجيكتيف نتاعك كمل في الجول نتاعك اخويا شنو تحب انت داتا ساينس مغروم انت بالماشين ليرنينغ يا تشبي لازم تقراها وحدك حاجه هذوكم وفي الارتي نقراوهم زاد في القرايه مغروم نعرفش انا كومبيتيتيف بروغرامينغ يا تشبي ما عملتش جير لازم تقراها وحدك لازم تقرا برشا راهو برشا معناتها ارتي انا كنت نعرفهمش من الجينيراسيون نتاعي تطلع عليهم طايرين في الدومين هذاك فما عباد تقول نمشي للارتي خاطر مبعتلي عندي دي زوبورتينيتي عندي نجم خدمه نجم نخدم فيها فلوس معناها ما يمشيش بغرام ما يمشيش بحكايه هو يعرف شنو فيها بالضبط شنو تحب تقول لك يا العباد هذوما معناها كيفاش ينجموا مبعتلي السادبت ولا شنو ينجموا يعملوا ما خير انا نقول اهم حاجه كي باش تختار الفيليير نتاعك اختار الحاجه اللي تحبها
ونعرف معناها كليشي على الاخر الحاجه دي ما في الاخر هذاك هو صحيحه خاطر دونك حاجه انت تعمل عليها جو باش تولي انت تحب تقراها ماكش اوبليجي انك تقراها باش تولي توفا اكسيلي وراو اي دومين موجود دونك انت عندك معناها في مخك وتفهم فما الفلوس وفما لي زوبورتونيتي معناها دوك ميجيو دوفيس لازم نقوله لهم نورا في مزيان عندك بوسيبيتي انك تغرم به راه ما تتولدش مغروم بحاجه انت انسان ما تولدش مغروم بحاجه راه كي ما يجرب ويغلط ويتعلم وبتاتر تطلع مغروم به وحتى كان ماكش مغروم به راك تنجم تخدم في دومين انفورماتيك اما ما تخدمش انفورماتيك معناتها تنجم تخدم في دومين انفورماتيك اللي هو فيه برشا بوتنسييل اما تخدم كوتي جيستيون كوتي معناتها مانجمنت نتاع بروجي اللي هم في برشا عباد معناتها نعرف حتى في جيل معناتها نعرف برشا عباد اللي يحبوا يكملوا في دومين في الانفورماتيك اما مش مغرومين معناتها بالتكنيكال ديفلوبمنت ولا اي حكايه في الدومين تكنيك دونك فهم الكوتي الاخر نتاع الدومين اللي هو مانجمنت دي بروجي دي كيب البروسيس كامل معناتها نتاع ديفلوبمون اللي تنجم تخدم فيه هذاك ما تربطش بروحك بحاجه برسمي لازم تكون فليكسيبل في اي حكايه معناتها ما تقولش هذه الدومين هذه هو فما كان هكا سي ابسولو تنجم تكون فليكسيبل اخر حاجه طب نقولها لك تو اخزن الكاميرا وعطي كلمه للعباد اللي تحب تحب على الارتي ولا ناوي تمشي ارتي شنو تقول العباد تحب تعمل ارتي عمل ارتي وبرسمي فيها بوتنسيال قوي برشا يسوفي تحط في مخك الحاجات تحب تعملهم والحاجات تحب توصل لهم راك تنجم توصل وكاو لازم المثابره ولا والعزيمه والجو بيان سور نتصور اي عبد باش يمشي ارتي 2 باش يلقى برشا حاجات يقرا فيهم وماهوش باش يفهم روحو شنو ناوي يكمل انا نقول لهم اعملوا لي ريسيرش نتاعكم معناتها ما تقعدوش برشا حايرين تخموا زعما نكمل هكا زعما نكمل هكا زعما نكمل هكا خذوا الشوا نتاعكم من الاول معناها بشكل ديفلوبيو روحكم على بكري وتلقاو روحكم مرتاحين اكثر بعد اذا كانك عندك الشك وماكش عارف اسكو ساتانتي ستوي ان بو انتريسي بالكلاود ولا بالسيكوريتي ولا اللي هو وتخاف لا اذا كان تمشي ارتي باش تضيع فرصتك في الديفلوبمون راهو امشي ارتي وما تخافش على خاطر حتى الارتي تنجم توصلك للديفلوبمون معناها فاسيل على الاخر مريك يعطيكم الصحه بارك الله فيكم يعطيك الصحه اللي كنت معنا اليوم يعطيك الصحه بارك الله فيك كنت معنا اليوم